اوليدي انا راه مت هذاك الولد اسكندر امين اللي قتلوه ليا وهزوه ولاحوه وشدتهم الكاميرا ودابا راه عطاوهم الحكم. انا فرحانه بداك الحكم ولو ماشي في حق في الجزاء ديالهم هو هذاك، الحمد لله ربي كبير اللهم لك الحمد. ودروك دابا انا السيده جات كتشهد وكتقول لك لا ولدك راه ناشي هما اللي قتلوه، ولدك راه طاح من الدروج. قال لك تكركب من الدروج في البار لداخل، قال لها قالت لك كانت في الطواليت وطلع سميتو الفوق تتم جاي مكركب، لكن مصيرهم ياخذوه كاملين الجزاء ديالهم. راه ربي حكم، حكم الله قبل يحكم العبد. عيطوا عليا البوليس، ملي عيطوا عليا البوليس قالوا لي ولدك راه جاي يدخل في الدريه توفى، شاهده فيه الدريه اللي كانوا كيضربوا فيها وشاهدين فيه الكاميرات ديال الطران وشاهدين فيهم الكاميرات ديال الموبل. قالوا لي راه السيد جا علم بينا وجات الشرطه العلميه دارت التحريات ديالها وسميتو جا سميتو هزو داو لامور لقيتو عنده لي مغاجي في الراس. قال لهم الوكيل كان معايا دزت معاهم انا عند الوكيل، قال لهم راه طاح، قال لي لا يعقل الدري يطيح، الا بغينا نطيحوه من الدروج خصنا نهزوه بحال هكا واقف، هادي دقه دار بينو. ايوا ولدي انا بغيت نشوف الانسان يكون فيه روح الانسانيه، ملي طاح يعلموا البوليس يمشيو يجيبوا الشرطه العلميه باش نعرفوا انا راه طاح في الدروج، ولكن هما ست روح دايرين شي حاجه تحت من راسهم هي هذيك اللي شهدت بها. مهندس عنده الماستر، هالشواهد ديال وليدي كاملين، كان قاري ودري نقي وخرج وخليني انا وسير نتصور في الزنقه، وشنو اللي دفعوا لهذا الشيء الا المحنه ما يفكوش منها. راه دابا على هذا الحسد الانسان ما بقى يدخل، ما بقى يقدر يشوف المنكر وغيره، ما بقى يقدر يدير شي حاجه. علاش؟ على بحال هذا الخو كيجي يدير الانسان شي محنه كيطيح فيها. ولدي ما كان مضارب معاهم، ما كان اديهم، ما والو، كله كيلغي بالغاه، شي كيقول لك طاح من الدروج، شي كيقول لك لا، ولكن الكاميرا راه شداهم والدريه راه شاهده. الحمد لله بان لي حق ولدي، كاين الدريه اللي شهدت حق ولدي شهدات باطل. فرحت فرحت وليدي، وخا فرحت ما فرحت لحقيتاش هما باقين عايشين وغيشوفوا والدي والديهم. اما انا وليدي دفنتو تحت التراب، الله يرحمك وليدي، الله يرضي عليك، الله يجعل رضاتي تكون نور على قبرك، والله يجازيكم وليدي بخير، والله يثبت اعمالكم تنتوما وليدي.